ما تنسوا مشاهدينا لتضلوا دائما up to date على كل النشاطات والإيفنتات المسيحية اللي عم بتصير. ما لكم إلا تحضرونا دائما عبر سوا الدرب أو تتابعونا على البيج الفيسبوك سوا الدرب. أما هلا مشاهدينا رح نستقبل معنا الباستورال أو العمل الرعوي الجامعي وهن شبيبة مسيحية منبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك. فوزة خلينا نرحب بفراس و نانسي. ونانسي هاي كيفكم؟ بونسوار. فراس فيك تخبرنا تعرفنا أكثر عن حالك أول شيء؟ اسمي الكامل فراس ناشيف، عم بعمل كمبيوتر ساينس بالNDU ثالث سنة. نعم. نانسي عيسى، عم بعمل ماستر دو شيمي باللبنانية بالعلوم. نعم، من أول سنة في الطاعة جامعة مشاركين بالباستورال؟ لا، أنا ثالث سنة يمكن فتت. نعم. أنا دغري تعلقت أول ما فتت على الجامعة فحبيت الجو أول سنة فتت. شو الخبرة اللي عم تكتسبها من الباستورال؟ من ثلاث سنين لهلا كثير تغيرت، فيك تقولي روحيا كبرت وجو كثير حلو. كثير حبيت انه مثل اخوه ومحبه. نعم. وانت نانسي كمان ايمان اول شيء اكيد قوي، نظرتي لشخصي وللمسيح كمان تغيرت. شو رايكم قبل ما تخبرونا اكثر تفاصيل نشوف روبورتاج بيعرفنا عن بعض الايفنتات اللي بيقوموا فيها الباستورال؟ روبورتاج. فراس يمكن هذا فرجينا لقاءات من سنتين لهلا تقريبا. صح، من سنه لسنه تقريبا شو بنعمل كباستورال عام. مثل ما شفتوا في كروس رودز وفي سامر كامب تقريبا 15 نهار، وكمان في كذا ايفنتات غير مثل 22 نوفمبر. كل الجامعات باستورال مختلف الجامعات بنلتقى بهذا النهار وبنعمل مثل ما شفتوا على التي في. في ايفنتات بتكون محصوره بقلب الجامعه وحده، وفي ايفنتات بتكون مع كل الجامعات مع كل الطلاب. ايه تقريبا بكل جامعه في باستورال، وبكذا ايفنتات كلنا بنجتمع بمحل معين بنساهم. اوكي. نانسي وفراس بتعرفوا حلقتنا اليوم كانت عن الايمان، كيف بنتحدى الصعوبات بالايمان. فيكم انتم تخبرونا كباستورال قديش استفدتوا ايمانيا؟ إذا بدك أنا أول ما فتت إيمانياً يعني كنت كتير محل، إذا بدك بعيد، وما كنت فكر هالقد معقول أوصل. كتير وصلت مع الباستورال وخاصة بإيفنتات مثل ما شفتوا على التيفي، وشي شعور كتير حلو إنه عم تختبر الله بحياتك. نعم. ناسي أنت بتحب تخبرينا شي عن الموضوع الإيمان؟ أنا دجا كنت لقى أنه عندي إيماني، بس أكيد منه قوي، لأنه الجماعة اللي كنت عايشة فيها هي اللي عوبت لها الإيمان،
خصوصا من الاجتماعات الاسبوعيه او الويكندات العامه الكبيره المواضيع اللي بيعطوها. يعني كل هول القصص هي قوت الايمان بيقول له. المواضيع اللي بتعطوها هي مواضيع اجتماعيه ولا بس مواضيع دينيه بتكون؟ هي بتكون مواضيع روحيه بس اكيد بتتاخد من قصص اجتماعيه. يعني الاكزامبلات بيكونوا اجتماعية. يعني بتربطها حياه الشاب مع الكنيسه. يعني شو أكيد. شو الكنيسه بتعطي للشباب؟ مزبوط. هو كتير خبره رائعه. يعني حتى الباستورال يعني هي خبره رائعه. بشجع كل شخص يفوت على الباستورال. وانت فيروز ما ضيع الفرصه. يعني مثل هالفرص انا كنت يمكن عم نبش عليها بصراحه. شيء شعور كتير حلو ويمكن تقدر تعشوه الا يمكن مع الباستورال بغير اطار او كغير مختلف النظره. فلحقوا حالكم وما تخلوا هالفرصه تضيع من ايديكم. نانسي وفراس نتشكر وجودكم معنا. ان شاء الله يكون وصل المساج لكل المشاهدين. مشاهدينا نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم. نتشكر متابعتكم ومنشوفكم الاسبوع المقبل. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.